تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع بداية هذا الأسبوع اللي نتمناه إن شاء الله يكون أسبوع مليء بالإنجازات، مليء بالتفاؤل، مليء بالإيجابية في الكثير من الأحداث الجميلة في هذه المدينة الرائعة، مدينة دبي. هذه المدينة التي تسعى دائما إلى أن تكون مقصد للإنجازات المختلفة. عموما نحن منكون معاكم على مدار هذه الساعة الإذاعية، أنا محمود يوسف من خلف الميكروفون، عندنا في التنسيق حمد المعيوف، وفي الإخراج أيمن سرحيل، وأيضا فريق الإعداد بقسم الإعلام، وطبعا قبلهم كلهم دكتورة ندى الملا. قبلهم ذكرتني آخر واحدة معمود، ما علي يعني هو دائما هذه يسمونه التأخير الأولي. صباحك خير محمود. صباحك الله بالخير دكتورة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير. عموما دكتورة، نحن ما ندخل إن شاء الله على بكرة بيكون عندنا واحد من أهم الأحداث اللي بتستضيفه إمارة دبي، وهو معرض صحة العرب. هذا المعرض نتكلم عنه بالتفصيل بعد الفاصل إن شاء الله مع ضيفنا في الاستوديو. بقولكم ممنوع على قبل الفاصل، ولكن قبل هذا دكتورة نحن نتوجه إلى منصات التواصل الاجتماعي. منصات التواصل الاجتماعي عندنا أسمع أعتقد على الهاتف. أسمع صباحك خير يا أسمع. هلا شخبارك؟ تمام الحمد لله، صبحكم الله بخير، وعليكم وعلى كل المستمعين. علينا وعليك حبيبتي، شو رسالتنا الصباحية لليوم؟ رسالتنا اليوم نتكلم عن الحافز. الحافز هو ما يجعلنا نبدأ بالعمل، ولكن ما يجعلنا نستمر به دون توقف هو تحويل هذا العمل إلى عادة لممارسها بسعادة. جميل يا أسماء، جميل. إنزين، شو في عندنا اليوم ترندينج ولا ما في شيء جديد اليوم؟ لا حاليا اليوم ما في شيء ترندينج، صحي يوم الأحد ناسكم مشغولة، لكن نحاول نعزز إن الواحد لازم ما يفكر بسلبية بيوم الأحد. يوم الأحد من أيام إنه يعني خل نبدأ الأسبوع بنشاط. إذا بديت الأسبوع تعب ونكد وحزن الأسبوع كله ما راح يكون حلو. لحظة، أنا دائما يوم الأحد شو أقول، شو الجملة اللي أقولها محمود؟ أقول أحد اللي يحبه كل أحد، لازم نقول اللي يحبك الأحد. أنا أعرف الخميس الونيس. والأحد اللي يحبك الأحد. أنا لما أسير الدوام متابعيني يعرفون الموعد الغرامي، أحاول أقتلع يعني. أومن نحن شاكرين لك أسمع على هذه الرسالة الإيجابية في الصباح. بس نذكر بحسابات هيئة الصحة، حساباتنا على تويتر، إنستغرام، سناب شات، وبريسكوب، ودي إتش إي أندرسكور دبي. لكن على الفيسبوك، يوتيوب، ولينكدين هو دبي هيلث أثوريتي. شكرا لك يا أسماء. إذا كتبوا بالعربي بعد ممكن يطلع لهم؟ بعد الشركات ما اخترعوا هذا الشيء، بس أتوقع بيطلع لهم في الجوجل سيرش. لا يعني أنا إذا دخلت الحساب على في السيرش كتبته بالعربي ممكن يطلع لي أكاونت الهيئة؟ أكيد بيطلع، لأن عندنا محتوى باللغة العربية والإنجليزية. زين، خبري الشركات يخترعوا لنا شيء مثل هذا، الله يخليك. الحمد لله I don't own them. يلا شكرا لك. شكرا. حياك الله يا أسماء. عموما أيضا اليوم يوم الأحد عندنا إن شاء الله البيان الصحي. هذا البيان الصحي اللي يطلع كل أحد بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ويعني مليء بالعديد من الأخبار. نحن ننصح جميع المستمعين اللي يسمعونا إن شاء الله يطلعون على هذا الملحق اللي دكتورة مليء بالمواضيع الصحية والطبية اللي تهم جميع أفراد المجتمع.
صحيح محمود، يعني حتى ما يضطرون يشترون الجريدة حتى ينزلونها أونلاين على موقع البيان، يقدرون يقرونها في أي مكان على هواتفهم. بعدنا الورق أحلى بعد. الورق أحلى والله صدق، حتى أنا أفضل الورق. صح. زين. عموما صحة دبي في أرب هيلث تشارك بمنصة مهمة وجديدة، هذه المنصة اللي حقيقة رصدت مجموعة من الخدمات والتطبيقات التي شهدت تطورا لافتا في الفترة الماضية، إلى جانب الخدمات والمسارات الذكية المستحدثة لا سيما المتصلة بالخطوة اللي نفذتها الهيئة على صعيد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وخاصة في مجال طب الأسنان، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال أيام المعرض من خلال منصة الهيئة في قاعة الكونكرس بمركز دبي التجاري. وبعد يا محمود، صحة دبي تتوسع في خدمات غسيل الكلى في إطار خططها الرامية لتحديث وتطوير منشآتها الصحية لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى واستيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى الفشل الكلوي. توسعت هيئة الصحة في دبي في خدمات غسيل الكلى إلى جانب تحديث قسم غسيل الكلى في مستشفى دبي. يضم قسم غسيل الكلى في مستشفى دبي 70 سرير، حيث يخضع 260 مريض للغسيل أسبوعيا. جميل. أيضا دكتورة، في مستشفى راشد عندنا يعني المستشفى استحدث خدمة لاستئصال القولون بالمنظار، وهي خدمة جديدة تم حتى الآن إجراء 8 عمليات ناجحة. طبعا دكتور عمر مرزوقي استشاري جراحة المناظير في مستشفى راشد قال إن عملية استئصال سرطان القولون بالمنظار الجراحي تتيح للجراحين أداء عدة إجراءات للقولون في فتحات صغيرة بالاعتماد على نوع الإجراء، كما يمكن للمريض مغادرة المستشفى خلال عدة أيام والعودة للنشاطات الطبيعية أسرع من المرضى الخاضعين للجراحة المفتوحة. صحيح محمود، الجراحة اللابروسكوبية أو بالمناظير هو شو الهدف منها؟ مو بس إن يعني تقلل فترة وجود المريض في المستشفى، تسرع عودتك للعمل. يعني لو سووها مفتوحة ممكن يضطر يغيب عن العمل شهر أو شهر ونص، ولكن بالمنظار في بعضهم خلال أسبوع يردون مهما كان كبر العملية، فهذه طبعا ثورة رائدة في مجال الطب. من يومين واحد من الشباب بعد كذلك الوالد عنده الله يشافيه ويعافيه في المستشفى، فسووا له عملية قلب. زين، عقب اتصل بي قال لي محمود بيطلعونها، هي أول أمس مسوي العملية بيطلعونها. قلت له زين، أنت ليش زعلان؟ زين حقها. زين، فهذه بالفعل يعني أشياء ممكن تكون إيجابية أكثر على المريض، وأيضا توفر يعني ساعة أكبر في المستشفيات. وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله يوم من الأيام نشوف مستشفياتنا فاضية ما فيها حد. خلاص على ساعات ما بحصل شغل. لا بتحصلين، مو يعني شوف الناس سبحان الله لو الواحد يهتم بصحته أكثر. صحيح محمود، إن شاء الله ما بيعتاز المستشفى. صح. والفكرة بعد محمود، ترى كل ما قاعد الواحد في المستشفى فترة أطول ياخذ التهابات ثانية، إحنا من هال نخاف منه في المستشفى، عشان شيء ما صرنا نشجع القاعد في المستشفى فترات طويلة، نقول روح البيت عشان ما تاخذون التهاب آخر أو عدوى أخرى. يا حليلكم أنتوا الدكاترة موجودين في المستشفى 24 ساعة. وقتينا وايد نلقط، يعني تصيبنا كثير من العدوات. بس أنتوا أعطيكم تطعيمات وأعطيكم تحسينات لازم الواحد يأخذها على أساس أنه يقدر يتعامل مع المرضى. أنزي هذا عشان تعرفون يعني أن الدكاترة مساكين يتعبون ومعرضين للخطر بشكل كبير. يعني أنتوا ما شاء الله دكتورة من أيام الدراسة تعبانين. هي يعني تدرسون دبل الـ 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 حياة الدكتور كلها دراسة، لين اليوم ذاكر ونقرأ، لازم لأن الطب لا يتوقف. جميل. نحن أرقام التواصل معنا أعزائي المستمعين على 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. بعد الفاصل منو بيكون معانا يا دكتورة؟ بيكون معانا الدكتور محمد الرضا عشان يكلمنا عن هيئة خدمات هيئة الصحة وتطبيقاتها في أرب هيلث 2017. إذن من نلقي الضوء على مشاركة هيئة الصحة بعد الفاصل إن شاء الله مع الدكتور محمد رضا. الدكتور محمد رضا هو مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، وإن شاء الله يا رب يعني ما يكون زعلان لأن النصر نغلبه من الوصل زي ويعطينا معلومات كافية شافية. وبعد الفاصل ما نتواصل إن شاء الله. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نذكر بأرقام التواصل معنا دكتورة 600551414، هالمكالمات لرسائل نصية على 4006. إذن متواصل معاكم أنا محمود يوسف والدكتورة ندى الملا عبر هذا البرنامج. طبعا قبل الفاصل نحن نوهنا أن بنستضيف معنا الدكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي بهيئة الصحة بدبي. طبعا هيئة الصحة أنهت استعداداتها للمشاركة في معرض ومؤتمر أرب هيلث 2017 اللي إن شاء الله بينطلق يوم غد الاثنين، وبيستمر لمتى دكتورة؟ للخميس، ليوم الخميس. طبعا الهيئة رصدت مجموعة من الخدمات والتطبيقات اللي شهدت تطور لافت في الفترة الماضية إلى جانب الخدمات والمسارات الذكية المستحدثة، ولا سيما هذه اللي متصلة بالخطوة اللي نفذتها الهيئة على صعيد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال في مجالات عدة عموما دكتورة، لكن مجال طب الأسنان يعني تفاصيلها هذه بيكشفون عنها من خلال المعرض من خلال منصة الهيئة. طبعا غيرها من المشاريع نحن ما نتطرق لها وايد، ولكن خلينا عشان ما نطول على المستمعين نرحب بالدكتور محمد الرضا. صبحك الله بالخير. صبحكم الله بنور السرور بيوسف ودكتورة. هلا دكتور، منورين ما شاء الله عليكم. الله يسلمك يا دكتور، نحن عاد نسوي سؤال فياك نحن يوم ما تقصر. عموما دكتور، أول شيء قبل لا ندخل في تفاصيل هذه المشاركة، منع الناس فكرة عامة عن معرض صحة العرب الأرب هيلث، هذا شو أهميته بالنسبة لدبي ولدولة الإمارات وفي المنطقة كذلك؟ ليش هذا المعرض اللي كل القطاعات الصحية والطبية يعني تولي هذا المعرض اهتمام كبير؟ لا شك محمود أن معرض الصحة العربي 2017 هو اتصال لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل إمارة دبي كوجهة عالمية لصناعة المعارض. وهذا المعرض أنا أتذكره من يوم كنت صغير طال عمرك. يوم عمرك 30 ولا 34 ما أتذكر. هذا طال عمرك كان يعني معرض بدأ في بدايات جدا بسيطة قبل ما بقول كم سنة عشان ما أكشف العمر. ولكن اليوم وصل أنه ينافس كبرى المعارض والمؤتمرات في العالم. طبعا يا جماعة الخير ترى الدكتور وايد صغير، ما عليكم هو يحاول يكبر عمره لكن وايد صغير يعني بعده. تفضل دكتور. سواء من ناحية العارضين كحجم أو عدد المشاركين كزوار، اليوم هذا المعرض ينافس على الرقم 2 مكان أوريدي رقم 1 في العالم. ممتاز. طبعا انتم تفضلتوا وزرتوا المعرض ويانا. صحيح. الدكتوره ويمكن الاخ محمود من كم سنه هو ويانا في قطاع الصحه. اعتقد محمود يمكن كحجم معرض حتى داخل مركز دبي التجاري ما في شيء بهذا الحجم. صحيح. المعرض يعرض كثير من المنتجات، كثير من الافكار الجديده، في منصه للمتحدثين، مؤتمرات، منصه للمشاركين عن طريق المنتجات الصغيره، منتجات من الشركات الصغيره والمتوسطه. فالصراحه يعني اذا يبالي حتى 4 أيام يمكن ما تكفي. كثير من الزوار يجون المعرض من العالم ويشهدون لنجاح المعرض، وايضا انبثق من هذا المعرض عده معارض صغيره على فكره على مدى العام، لأنه ما شاء الله وصل لحجم ضخم كثير، ومثل ما قلت لك 4 أيام يمكن ما تكفيه. جميل جميل. شو أبرز الخدمات اللي بتقدمها الهيئة في هذا المعرض؟ من التطبيقات الصراحة اللي بتقدمها هيئة الصحة، التطبيقات تقنية المعلومات طفلي وحياتي، وبرنامج ثرموميتر اللي هي تخدم المريض وتتواصل معه، وتخدم أيضا المتعامل الداخلي في هيئة الصحة والموظفين أيضا. لكن أحب اليوم أقول أن هيئة الصحة هي الراعي الرسمي لمبادرات طباعة ثلاثية الأبعاد في معرض الصحة العربي 2017، وبإذن الله بيكون لنا ترى منصتين هالسنة، منصة الهيئة اللي هي في الكونكورس مثل ما تفضلت بها أبو يوسف، وأيضا في منصة داخل القاعة رقم 5 اللي هي بتعرض نماذج مطبوعة عن طريق طباعة 3D طبية، وحازت على إبهار العالم صراحة. صحيح. من أحد النماذج، ونموذج الدكتور ياسر السعيدي، نموذج الكلى، حاز على اهتمام كبير في العالم، ويعرض أيضا ضمن هذه المنصة بحيث أنه يكون منبر اللي حاب يطبع
طباعة ثلاثية أبعاد، وحاب يشوف فوائده في هذه المنصة إن شاء الله. سبحان الله دكتور، يعني هذه الفكرة يمكن دكتور ياسر وأنت اشتركتوا فيها، يعني في عملية أن كيف شخصتوا، كيف تم تشخيص الحالة وكيف تم توصيل هذه الصور وطباعتها بتقنية ثلاثية الأبعاد للحصول على هذه النتيجة اللي ساهمت في إنقاذ حياة المريضة. أقول يعني هاك اليوم أنا أشوف النموذج في دي على أساس أنهم يعرضونه في معرض، أقول لهم جماعة الخير هذا أنتم حاطينه في هذا الكيس، هذا تاريخ صحيح هذا تاريخ راح يؤرخ لعملية أول طباعة لثلاثية الأبعاد لكلية مريضة، ومنها يعني لازم تحافظون عليه. الجميل في الموضوع بيوسف أن المريضة ما كانت مقتنعة أن في ورم داخل الكلى، لما شافت النموذج قالت لا في ورم، صدقت وقالت لازم أعمل العملية بأسرع وقت. صحيح. ووفرت دكتورة يعني عمل على حسب الذكر دكتور ياسر استضافناه قال إنه وفرت وقت وجهد ودقة عالية في عملية الإنجاز. فهذا من ناحية مشاريع الطباعة ثلاثية الأبعاد. شو المشاريع الثانية في أو الاستثمارات الكبيرة اللي تحط الهيئة في هذا المجال دكتور؟ الاستثمار في طباعة ثلاثية الأبعاد هو منبثق من استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2016 اللي أطلقها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد، وأيضا تم إطلاق استراتيجية صحة بدبي 2016-2021 في نفس العام. انبثق من الاستراتيجية هذه استراتيجية طباعة ثلاثية الأبعاد في الصحة اللي لها ثلاث محاور. أول محور هو التوعية، ثاني محور اللي هو الاستخدامات، ثالث محور هو التنظيم. طبعا ما زلنا نحن في ثلاث محاور وثلاث محاور مرتبطة، لأن اليوم نوعي الفرد ونوعي الطبيب بأن الطباعة هذه ممكن تساعد في توفير وقت، توفير كلية، توفير دقة أعلى، والاستخدامات اليوم ما شاء الله الاستخدامات اللي بعطيك شيء أنت أكيد بتحبه، طباعة الأدوية. احنا تكلمنا في هالموضوع قبل صح. لكن شو الدقة اللي بتوصل لها الطباعة ثلاثية الأبعاد في الأدوية؟ انت اليوم لما تاخذ حبة الدواء، هاي الحبة مسواية لشخص عمره 70 كيلو، صحيح علميا صحيح. الطباعة ثلاثية الأبعاد لا، بتاخذ وزنك، بتاخذ طولك، بتاخذ ايضا معلومات اكثر، بحيث انها تطبع الحبة هذه او الدواء هذا مناسب الى جسم المريض، الانسان نفسه او المريض نفسه. فهذه الدقة اللي هي توصل لها الطباعة ثلاثية الأبعاد. والله دكتور شوفوا لنا يعني شيء حق الشعر، ها نزرع لك شعر مطبوع ثلاثي الأبعاد حاضرين. يعني أنا أشوف شو اسمه المواضيع كلها، أنتم ما شاء الله في تقدم علمي كبير في هذا المجال، الشعر ما قاعد يشوفوا له صفة. هذه في محور التنظيم، هذه المشكلة الرئيسية عند الناس، عند الريايل، ما أشوف حتى أيمن يسوي لي أوكي زين إنك طرحت هذا الموضوع. عموما من وجهة نظر رجالية الشعر مهم، ضروري. يعني تخيل أنت حرمة من غير شعر، أصلا الحرمة لا ما تصلع محمود، علميا الحرمة ما تصلع، يعني مستحيل تلاقي حرمة صلعة طبيعيا يعني. الريال أيوة، بس الريال حرمة لا. يلا الحمد لله. الحمد لله. طبعا التطور اللي بيحدث في الطباعة ثلاثية الأبعاد هو من ناحية الماتيريال أو المادة المستخدمة، فيمكن نوصل لمرحلة الشعر يوم من الأيام. أيوة توصل دكتور، أنا شايف فيلم هذا مال ويل سميث، زين أحداثه بعد 100 سنة، زين عقب ما سوى كل شيء وهذا ويطير من كوكب للثاني وهذا، المهم يعني تعب مرض ويا آخر شيء يسعفونه، فالمسعف ما في شعر، قلت سبحان الله كل هاي التقنية ما حصلوا لنا الحين زراعة شعر بعد 100 سنة. لا أبشرك أن الطباعة ثلاثية الأبعاد ستتطور، حاليا واصلين لمرحلة الطباعة عن طريق الخشب. نشوف قبل 6 أشهر أو قبل سنة ما كنا واصلين لها المرحلة، وصلنا لمرحلة التيتانيوم الحديد، الزنك، الكبر، يمكن نوصل لمرحلة طباعة الذهب. جميل. زين بنوصل إن شاء الله أيضا بطباعة الخلايا الجذعية، بحيث أنت تطبع كلا طبيعية. فليش لا، يمكن نوصل لمرحلة وتمشي ولا تحتاج انك انت تشوف متبرع او ان الجسم يتقبله ولا ما يتقبله. صحيح اكيد صح. طيب هذه بالنسبة للطباعة ثلاثية الأبعاد اللي بتعرضونه دكتور، نحن يعني دقيقتين ما تكفين عشان أنا أتكلم عن الأجهزة اللي الثانية اللي بتدخل في هذا، لكن قبل الفاصل يعني
نذكر بس بالأماكن اللي بتتواجد فيها منصات الهيئة دكتور. في الكونكورس على أمريك اللي هو المدخل الرئيسي، وأيضا في منصة رقم قاعة رقم 5 يكون في المنصة داخل القاعة الداخلية. نعم، منصة رئيسية. نعم، الدعوة مفتوحة للجميع. الدعوة مفتوحة للجميع أيضا، لكن أعتقد بالنسبة للمنصة رقم 5 أعتقد يجب أن يكون فيه تسجيل. لكن بالنسبة لمنصتنا الرئيسية اللي هي في الكونكورس حياهم الله. هاي دعوة جميلة محمود، يعني يصيرون يشوفون الخدمات هيئة الصحة هناك في قاعة الكونكورس، هي بتكون مفتوحة. جميل والله. نحن لازم نرجع نشوف شو اللي محضرينا بعد من جوائز وهدايا بالنسبة لصحة العرب. يستاهلون الزوار. دكتور شو بتطبعوا لهم؟ عموما نحن أسنان. أسنان. سبحان الله، يعني في مجال الأسنان يعني هناك تقدم كبير دكتورة في هذا المجال. نحن نستعرض هذه التقنية إن شاء الله بعد الفاصل، لكن ذكر بأرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق رسالة نصية على الرقم 4006. نطلع فاصل وراجعين لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. أيوة دكتورة، كنا نتكلم في موضوع جميل قبل الفاصل أو أثناء الفاصل، يعني كان نقاش جميل مع الدكتور عن طباعة ثلاثية الأبعاد، والله أعطيتنا دكتور معلومات جديدة وجميلة، فممكن تحدثنا بالتفصيل. الناس طبعا الحين الكل حتى يميون العيادة يقولون شو ها، يعني وين بتوصل طباعة ثلاثية الأبعاد؟ الهيئة شو عندها بخصوص طباعة ثلاثية الأبعاد؟ لأن الناس يسمعون عنها وزارونا في منتدى دبي الصحي بعد وشافوه هناك. فممكن تكلمنا دكتور بإسهاب؟ إن شاء الله. المايك عندك. تمرين تايمج. في معرض الصحة العربي 2017 بإذن الله بيكون مؤتمر مصاحب عن الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخداماتها في الصحة لمدة 4 أيام. بنستضيف بالتعاون مع شركائنا في معرض الصحة العربي. نعم. يمكن أفضل وأكبر الشخصيات اللي استخدمت طباعة ثلاثية الأبعاد في مجالها الطبي اليومي. عالمياً دكتور. يعني عالمياً ومحلياً. ممتاز. عالمياً ومحلياً، في أطباء وفي مشرعين وفي ناس حبوا إنه يستثمرون في توعية الفرد وتوعية المجتمع بيكونوا موجودين. وأيضا اللي حاب من المستمعين يشارك في هذا المؤتمر، التسجيل عن طريق الويب سايت arabhealth.ae بيكون لمدة 4 أيام. جميل. وأيضا بيكون في جلسة نقاش خاصة بالنسبة للتنظيم في طباعة ثلاثية الأبعاد، بيكون في مقترحات، لأن مثل ما قلت لكم بالطباعة ثلاثية الأبعاد بدأت بفكر سيدي صاحب سمو الشيخ محمد في 2016. طيب تنظيم الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن نحن 3 مجلات كنا في طباعة ثلاثية الأبعاد، استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، الصحة، وأيضا بلدية دبي، وأيضا دبي القابضة. أنا أشوف يمكن من المواضيع الحساسة هي تنظيم الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصحة. صحيح. لأن مثل كل شيء طبيعة الحال أنه قد يكون شيء سلاح ذو حدين. صحيح. أنت يجب أن مش فقط دعم الجانب الإيجابي، لكن أيضا توعي وتنظم الجانب اللي هو مش إيجابي. صحيح. نتطلع لهذه جلسة النقاش، بيكون في ما يقارب 20 شخصية متميزة على مجال في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم وفي الدولة، بحيث أن يتكلمون ونطلع بمقترح للتنظيم. طبعا أنا جدا أحط تحت كلمة التنظيم دائما خطين، لأنه ممكن الواحد ينظم زيادة عن اللزوم أو ما ينظم، فهو فن وعلم ودقة متطلبة في هذه المرحلة. أيضا بيتم عرض جهاز طباعة ثلاثية الأبعاد للقوالب، قوالب الأسنان اللي هو أطلقتها هيئة الصحة في دبي في منتدى دبي الصحي في بداية الشهر 2017. هذا الجهاز موجود في مركز البدء حاليا، وجاري تثبيته وتشغيله بإذن الله بقيادة الدكتورة حمد المسمار مدير المركز الطبي للأسنان في مركز البدء. وأيضا بنعرض شيء مميز جدا جدا، يمكن لأول مرة يعرض، هو طرف صناعي جديد بتقنية جديدة مطبوع عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد. بصراحة هذا الإبداع حين هذا الطرف بيوصل اليوم من ألمانيا لحظة وبراويكم إياه، بس تخلونه سر، لأن نحب الزوار اللي بيونا في الكونكورس بيكون معروض في منصة هيئة الصحة، المنصة الكبيرة
الكونكورس. هذا الطرف دكتور انتم جلعتوه من ريال اليوتيوب ولا هو طابعينه وخليه ما فهمت. لا تم طباعته في ألمانيا و يعني برعاية من هيئة الصحة بإذن الله بينال على إعجاب الكثيرين أنا متأكد، لأن طرف صناعي مطبوع ثلاثي الأبعاد شيء جديد، وهذا فانكشنال يعني ممكن استخدامه، مش فقط كونسبت وموجود في باترينا، لا ممكن استخدامه. جميل جميل. فالطرف الصناعي بيكون إيد ولا ريل؟ ريل ريل. جميل. يعني ها بيحسن حياة كثير من المرضى اللي عندهم فقدان الأطراف السفلية، هو طبعا الشائع أكثر أن فقدان الأطراف السفلية، فلو في فإذا هل التقنية دخلت حيز الاستعمال فهذا تحسين بشكل جدا جميل. طبعا هذا يأثر على نفسية المريض اللي بترت له ريل أو يد بعيد عنكم. طبعا أنتوا يمكن كلكم شفتوا الطرف الصناعي الموجود حاليا، نعم. يمكن أشبه بالمانيكان هو أو كذا، لكن الطرف المطبوع عن طريق طبعة ثلاثية الأبعاد جدا شكله جميل خيالي. فالواحد يعني يتمنى أنه يعكس هذا الشيء إيجابيا على نفسية المريض بحيث أنه يريحه، بحيث أنه يكون مميز، يمكن أصبح من شخص يمكن يشوف أنه لا الطرف اللي موجود عنده يمكن يستحي منه أو يخجل منه أو كذا، الآن يمكن يستوي العكس، العكس هو أثر إيجابيا على نفسيته يخليه يتصرف بطريقة ثانية ويمكن يفتخر. صحيح صحيح. زين. خص الأطفال اليوم المبتورة عندهم إيدهم أو حتى الأصابع، يعني لو شفت الجهاز أخ محمود واحد من الأطفال قال هذا مثل آيرون مان. جميل. فأصبح شكل اليوم الطرف الصناعي هذا الواحد ما يقول يعني، لكن الحمد لله على الصحة والعافية أن الواحد اللي مبتورة إيديه ومبتورة أصابعه اليوم عنده شيء يمكن يتميز به عن طريق والتقنية. وأتوقع دكتورنا الطباعة ثلاثية الأبعاد دقيقة لدرجة أن كل التفاصيل تكون موجودة على الطرف هذا، يعني كأن الريل الطبيعية ما شاء الله عليك. نعم، هو المهم في الطباعة ثلاثية الأبعاد هو وصولها إلى تفاصيل التفاصيل بطريقة أنه يمكن حتى النحت، يعني ما أقدر أقول مايكلانجلو يمكن وصل لها الدرجة من النحت والدقة، اليوم هذه الطابعة الصغيرة ممكن توصل لهذه الدقة. صحيح صحيح. طيب السؤال كل اللي ممكن يطرحه الدكتور الآن، هل ممكن يحرك هذه الأطراف؟ يعني نعم تتحرك. لا لا تتمسخر. نعم وبايبلك يا المكتب اليوم ذكرني بس زي بشوفه. لا يعني هذه صور لي يا محمود قال سر بيني وبينك. لا لا هاي بال سناب ان شاء الله. ايه اللي قال سناب قال سر في منصة الهيئة. في منصة الهيئة. منصة الهيئة. انزين عيال تابعوا حسابات هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai وتابعونا على السناب بعد كذلك على نفس الحساب. ان شاء الله اللي حاب يشوف هذه التقنية وهذا الطرف الصناعي الجديد ممكن من خلال حسابنا ما نعرضه لهم. طبعا الدكتور لحن وصف لنا إياه كثر ما يقدر. دكتور الآن نحن نتحدث عن تقنية ثلاثية الأبعاد، وهناك الكثير من الأمور تذكر في مؤتمرات وفي شغلات وفي ورش عمل كذلك في هذا المجال. اللغة الرئيسية لصحة العرب في هذه السنة ممكن نقول 3D والله مهيمنة وداخلة بقوة. طبعا كله بدعم سيد صاحب السمو الشيخ محمد وفضل الاستراتيجية اللي تم إطلاقها في 2016. تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد الحمد لله تحول من تحدي إلى شيء ممتع وشيء نتطلع له وشيء يمكن اليوم الكل يرغب فيه، يعني وما يقف ترى عند الصحة صحيح التطبيقات كبيرة، لكن ما يمنع أن باكر يكون في بيوتنا طابعة ثلاثية الأبعاد تطبع لك الأشياء اللي أنت محتاجها بشكل يومي بدل ما أنت تشتريها، فلها أثر في حياتنا، تدخل بكل نواحي الحياة أتوقع بعد. صحيح. هذا بتسوي يعني أنت أي شيء تحتاجه تطبع ثلاثية الأبعاد. أنا أذكر ممرضة في مستشفى في بوسطن التقيت بها، قلت لها اشرحي لي كيف ممكن تطبعين شيء انت محتاجته في عندك في المستشفى عن طريق الطابعة. قالت انا دائما احتاج النوزل هذا اللي يمسك بين الهانجر اللي يمسك بين المصل او الاي في فلويد والمريض، تقول هذا دائما مخلص من عندنا هذا الهانجر هذا. قالت قمت وطبعت واحد حصلت التمبليت اونلاين وطبعته وحين هذا وياي وين ما يصير مالي. جميل جميل. قالت تخيل يعني عندي زميلات في المستشفى مناوبات في الليل، مش كل ما تبغيه بيوصلك انت في الليل، مرات حالة المريض
محتاجة إلى جهاز أو محتاجة إلى الكونكتر أو شيء كذا، فتقول له هذه الطابعة موجودة عندي في القسم، كنت طبعت وأنا مرتاحة. صحيح. وأوفر دكتور. أوفر نعم، وتوفر مساحة ترى. أنت بدل ما تشتري عدد معين من هذه الكونكترز وتحطها عندك في المخزن، فأنت ما تحتاج مخزن اليوم، تطبع مثل ما أنت احتياجك. على احتياجك بالضبط. على احتياجك. طيب أنا أبغي أخذ شوية تفاصيل أكثر عن الأسنان 3D مال الأسنان دكتور، إذا بتعرفنا فيه. إن شاء الله. طبعا الطابعة هي تعتبر من أفضل أنواع الموجودة في العالم اليوم، تطبع قوالب الأسنان اللي هي قبل كان تذكر محمود يمكن يوم سألت لطبيب الأسنان كنت صغير ما أتذكر طبعة للأسنان ما أتذكر في نوع من المعجون يدخل في الفم ترص عليه تطلع هاي الطبعة، عقب يأخذونها للتكنيشن أو الفني تعال نظف ضروسك عقب وما أدري شو تسوي بالضبط. لا وحديدة بعد تعور أحيانا. نعم نعم. تذكرت عين محمود الحين هذا ليه يستخدمونه شفيج دكتورة ليه اليوم يستخدمونه فهذا هذا التغيير اللي بيصير او الديسربتيف تكنولوجي اللي بيستوي في الطباعه الثلاثيه الابعاد بالنسبه للاسنان، انه بتطبع القالب هذا من غير هاي المعجون هذا. فبتاخذ سكان للاسنان عن طريق جهاز سكانر، تطبعها عن طريق طابعه جنبه بالضبط، تاخذ صوره وتطبعها نفس البروسيس اللي نحن الكل متعود عليه. شاهد الموضوع انك انت بتطبع بسرعه اكبر، يعني قبل كان تاخذ هاي المرحله ايام وترجع وفيها أغلاط ثلاثة أيام تقريباً. تقريباً الحين تأخذ المرحلة يمكن ساعة. يا سلام. وبتطبع مش فقط قالب واحد، بتطبع في الصينية الوحدة مثل ما يقولون 18 قالب. جميل. ممتاز. فأنت وصلت لإفشنسي أكبر، فعالية أكثر، أسرع، ونسبة خطأ أكثر. أقل. ونسبة خطأ تكاد تكون معدومة. صحيح. فهذا اللي نطلع ان شاء الله. الدكتورة حمد المسمار هي ما شاء الله تعطينا ان شاء الله تفاصيل تكون متواجده ايضا في المنصه، لازم تشرح لنا بعد هني في البرنامج بصديفة في تعطينا فكره اكثر عن هذا الجهاز وعن خدمات الاسنان في هذا المجال. ايضا دكتور انت في بدايه الحلقه بعد طرحت ان من بين الاشياء اللي نحن شو اسمه تكلمنا عنها وما نعرضها في شيء اسمه الترمومتر. الترمومتر طال عمرك هو برنامج لقياس أداء البرامج ومبادرات استراتيجية الصحة بدبي 2016-2021، هو لعملائنا الداخليين في هيئة الصحة وأيضا لقادة البرامج والمبادرات الاستراتيجية. مثل ما تعرفون إن 15 برنامج استراتيجي في هيئة الصحة ينبثق منها أكثر من 100 مبادرة. طيب لما تتابع أداء المبادرات هذه أو الالتزام بتوقيته وميزانياته وكذا، فهو يعتبر من البرامج الريادية في الهيئة، يفيد العملاء الداخلين، يفيد القيادة العليا بهيئة الصحة بدبي، وأيضا لبعض الدارسين اللي حابين تعرفون على أداء استراتيجية هيئة الصحة بدبي. جميل جميل. متى سيتم الاعتماد على تقنية ثلاثية الأبعاد في الصحة بشكل فعلي؟ الاستراتيجية الحمد لله تم اطلاقها في على مستوى إمارة دبي، وانبثق منها استراتيجية طباعة ثلاثية الأبعاد في الصحة. هي عندنا تايم لاين لكذا مبادرات، منها طباعة ثلاثية الأبعاد للأسنان أو استخدامات 3D printing في الأسنان اللي الحمد لله تم اطلاقها في شهر واحد، والنقطة أو المرحلة المقبلة هي البري أوبراتيف سيرجيكال إدوكيشن بالنسبة للمريض، اللي هي المرحلة ما قبل العمليات بالنسبة للمريض وبالنسبة للجراح، اللي هي أيضا تم إطلاقها بالتعاون مع الدكتور ياسر السعيدي. ولكن هذه المراحل نحن اليوم نسين نستثمر فيها وقت وجهد وكذا، ففي أيضا اقتراحات جميلة بالتعاون مع القطاع الخاص أو بالتعاون مع المؤسسات العالمية، بحيث أن نسرع تطبيق هذه المبادرات بطريقة أسرع. اليوم دائما أذكر كلام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، أنا أقول الأفضل لشعبي اليوم مش بعد 20 سنة، أنا أقول اليوم. فهذه أيضا نعملها مثل المسرعات بالنسبة للطباعة ثلاثية الأبعاد، بما أن شفنا لنا الإقبال جدا كبير ومتميز من ناحية المريض ومن ناحية المجتمع أيضا في الطباعة ثلاثية الأبعاد. جميل دكتور، في نقطة من النقاط نحن نسينا نذكرها في أثناء الحوار تبغي تتطرق لها؟ والله طول عمر يعني اللي حاب أقوله، يعني معرض الصحة العربية هو معرض متميز جدا جدا. صحيح يعني يمكن أنا بعد المعرض هذا أخذ لي يوم أو يومين أريح منه، لأن ما شاء الله من حجمه ومن حجم العارضين اللي فيه وأهميتهم. أنا أنصح كل شخص بي لمعرض الصحة العربي أنه يعرف شو يبغي.
إنه قبل ما يدخل يمسك الدليل، وإذا حاب يقابل شخص معين أو شركة معينة إنه يبتدي يخاطبها، أو حتى يوصل لمنصته، بس لكن يعرف وين يبغى يوصل، ويعرف الأجندة مالته، ويعرف المواضيع اللي يبغى يناقشها قبل. فكثر ما قدر يرتب الشخص جدوله في المعرض بيفيده أكثر، لأنه ما شاء الله المساحة ضخمة، والعارضين ما شاء الله بينهم وبين عارض مرات تمشي لك يمكن نص ساعة أو ساعة إلا ربع. صحيح. فدائما الواحد يقول يعني يرتب جدوله قبل ما يدخل المعرض، يلبس جوتي مريح عشان يقدر. وهاي فكرة جدا جميلة دكتورة، هنيك عليها الصراحة واقترحها للمستمعين. احنا نعاني في المعارض المشي. صحيح صحيح صحيح. يعني يستوي غتر وعقال وجوت رياضة، انا شايف انه كم مرة صح. يستوي يستوي. شايفينك. انا لا بالفعل يعني اثناء المعارض وكذا لا، انا يعني البس جوتي رياضة عشان المشي بالضبط، لغة روعة قال ما أهم شيء الواحد يحافظ على راحته. ها دكتورة يحافظ على ريلة يعني نمشي بهذا بالمعرض يعني ما بوصل البيت اليوم. يلا الله يعينك دكتور. عموما دكتور نحن شاكرين لك هاي التوضيحات كلها بخصوص المعرض وشو فيه وشو ما فيه، وأيضا بنذكرنا منصات هيئة الصحة بدبي تتواجد في الكونكورس، منصة رئيسية لهيئة الصحة، عند المدخل الرئيسي اللي هو عند فندق نوفوتيل. نوفوتيل يعني. صحيح. والمنصة الأخرى اللي هي منصة طباعة ثلاثية الأبعاد موجودة في القاعة رقم 5. قاعة رقم 5. إذن اللي حاب يطلع على هذه التقنيات وحاب أن يشوف جديد الجديد مستقبل الصحة، لأن حتى الأشياء اللي حاطينها بعد مو بس جديدة، هي مستقبل دكتور، فيها أمور كثيرة في المستقبل ممكن نشوف نحن وين رايحين. في معرض ومؤتمر صحة العرب، هذا أيضا دكتور هو مو بس معرض، لا هو مؤتمر، وفي أيضا كثير من ورش العمل، في كثير من الجلسات اللي يعني تهم الأطباء أنهم يحضرونها. صحيح. وايد مهم. مؤتمرات مصاحبة كثيرة. نعم. اي وتعتمد لهم ساعات اظني. صحيح. دراسيه. نعم. فيها CME Awards. نعم. شو يسمونه؟ CME. هذا ما اعرف انا سوالف مال الدكاتره. يعني continuous medical education hours. يعني التعليم الطبي المستمر لساعات تعليم. انا هاي الاختصارات ما احبها، DM ما ادري وين منصير MOU زين، بسير اخر يطلع مول من المولات ولا لوكيشن. يوسف كم كملت في هيئه الصحه؟ انا يعني لازم السؤال واجاوب، انا 4 سنوات تقريبا. 4 سنوات يعني 3 سنوات ان شاء الله وتستوي طبيب. ها أنا دكتور الحين أنا أفتح عيادة بيوني الناس بعالجهم كثر ما جاب دكاترة. عموما جزاك الله خير دكتور، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونذكركم مستمعينا أن المعرض بيبتدي باكر بإذن الله، هنالك الكثير من الفعاليات، حتى إذا أنت مالك علاقة بالقطاع الصحي بشكل كبير ممكن أنك أنت تحضر هذا المعرض، تطلع على أهم الأشياء وأيضا اللي ممكن تفيدك في المستقبل من باب المعلومة، من باب يمكن سبحان الله في يوم من الأيام تحتاج هذه المعلومة في شيء. ها دكتورة؟ أكيد أكيد محمد. مو لازم تكون طبيب مثل هذا، نفس ما كنا نقول في أي منتدى أو أي معرض، مو لازم تكون طبيب أو لك علاقة بالسلك الطبي مثل ما يقولون، ممكن تصير تأخذ فكرة، ترى كنا في النهاية بنكون مرضى في يوم من الأيام، كنا لازم نكون بعيد الشر. بعيد الشر يعني الشر، الجميع. بعيد الشر. وكنا لازم تطريز جامي الكحة يعني، وكنا لازم نكون updated. كنا لازم نكون updated محمود. لا ليش تروح تفكيرك بعيد؟ لا إن شاء الله بس المرض الخفيفة، ولازم تكون updated. فالزمن لازم تكون أنت عندك معلومات متجددة في كل الاختصاصات وليس في اختصاصك فقط. إذن المعرض يبتدي من يوم باكر الاثنين وحتى الخميس، بيفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء. ها دكتورة؟ صحيح. والدعوة عامة. لكن إيه في الكونغرس، في قاعة الكونغرس أدعم عامل اللي هو الممر هذا اللي هناك الكثير، أصلاً الضغط كله هناك دكتور. صحيح. ما شاء الله هذا المعرض يعني فيه كمية بشر أنا حتى في جايتكس ما شفته. صح. ها دكتور. صحيح. لأن في وايد ناس يجون دبي لحضور هذا المعرض. صحيح. عموما نحن يعني قبل لا نختم دكتورة خلينا نشوف اليوم عن شو تبغين تكلمينا
من المواضيع اللي موجوده عندك. نحن نسميها هاي فقره جديده من نستحدثها دكتور, نسميها ندى تقول. ندى تقول دكتوره. ندى تقول, شو بتقول لنا دكتوره ندى اليوم؟ انزين محمود, هاي في دراسه بما ان برنامج يقول صحه وسعاده, ففي دراسه سوتها جامعه هارفارد المشهوره, سووا دراسة على 720 شاب. هي الدراسة كانت عن السعادة. فعشان الناس تقول أنا مو بسعيد عشان ما عندي بيزات, مو بسعيد عشان صحتي تعبانة, مو بسعيد عشان ما يعني عندي وظيفة. يعني ذكر وأنثى؟ ذكر وأنثى. شباب ورجال وحريم. كان عمره بين 15 إلى 20 سنة. نص هذيلا كانوا من جامعة هارفارد, يعني ناس مرموقين اللي حالتهم مرتاحة, ونصهم كانوا من أحياء فقيرة عادية. هالدراسة استمرت 75 سنة معاهم. في نهاية 75 سنة شو الناس اللي تموا منهم على قيد الحياة راحوا سألوهم شو تعريف السعادة عندكم, اكتشفوا أن لا الثراء ولا الشهرة ولا المنصب في العمل ولا السيارة ولا البيت ولا شيء من هذا كان سبب السعادة. شو اكتشفوا سر السعادة؟ صحة. ولا الصحة. اكتشفوا أن سر السعادة في الأشخاص الذين علاقتهم طيبة بأهلهم والناس المحيطين فيهم. اكتشفوا أن الناس علاقتهم طيبة مع الناس أو علاقتهم زين وعندهم تواصل اجتماعي دائم مع أهلهم وأصدقائهم حتى كانت صحتهم أفضل في نهاية الدراسة. شوف 75 سنة. سبحان الله. على هذا الطاري دكتورة, البارحة ستمشي واحد من الشباب, فخطفنا هناك عند بعض المطاعم اللي عندهم جلسات على الرصيف, وكانوا يعني الناس اللي على قد حالهم, عرفتي اللي قاعدين. الطالع كان أقول حق الرجال, قلت له الطالع تشوف هذيلا ما شاء الله عليهم, تحس الضحكة تطلع منهم من خاطرهم. صحيح. هذا لا شايل, يعني أحس أن هذا أسعد منه مليون مرة. أكيد. هو قاعد ياي المطعم, يمكن هذا مطعم على قد حاله, ويضحكون ويسولفون دكتور, تحس ما شاء الله يعني من داخلهم قاعدين يضحكون. أكيد. فهذا سبحان الله على نفس الطاري البارحة, البارحة في الليل بس تي خاطرين. وأضيف بعد دكتور أن يعني لما سألوا الناس هيلا قالوا لو أن نمضي أوقات سعيدة مع أهلنا ومع أصحابنا هذا اللي نحن نبغاه وهذا سر السعادة. صحيح. صحيح. يعني حتى عملوا دراسة على مشابهة على الأشخاص اللي قريب منهم بعيد عنكم يفارقون الحياة, فقالوا شو تتمنون؟ قالوا نتمنى أن نرجع ونمضي أوقات سعيدة مع اللي نحبهم. يعني محمود هاي رسالة اليوم, يعني رسالتنا مو بلازم تكون دائما صحية, بس رسالتنا أي حد زعلان أنت منه اليوم, ناس ما اتصلت معهم في الزمن من فترة طويلة, مو مشكلة نكون احنا البادين ونعيد علاقتنا مع الناس. عشان شي انت زعلانة بداية الحلقة انا حتى ما اتصلت, وين انا تأخرت عليه حتى ما ارفع عليه سمعتك ولا واتساب, قالت لي واتساب بلاش بعد ما طرش لي. هي عيال شو ما تسأل. لا يعني انا توقعت ان انت موجودة وسألت, قالوا لي صرت تسوين قهوة حق عمرتها. يسوولك اشتريت قهوة مو بسوي. شريت قهوة حق عمري. بس لازم الناس تسأل زين, فاسألوا عن حبايبكم اليوم وكل حد يعز عليكم تعرفونه عشان تكونوا في سعادة إن شاء الله يا رب. ونحن نتمنى لكم إن شاء الله أسبوع مليء بالإنجازات, مليء بالتفاؤل, مليء بالإيجابية, مليء بالسعادة. أكيد. مليء بالسعادة, والسعادة مثل ما ذكرت الدكتورة يعني هي معنية بالمحيط اللي حواليك. يعني أحيانا الواحد قد يترك وايد شغلات دكتور بس علشان يعيش سعيد. صحيح. وبالفعل واحدة من النقاط هذه أن أنت تتواصل مع الناس اللي تحبهم. صحيح. صلة الرحم أيضا. صلة الرحم. نعم. عموما نحن يعني ما نقطع بكم الصلة اليوم لين باكر. انقطاع مؤقت. انقطاع مؤقت على أساس أن باكر إن شاء الله بتكون عندنا حلقة مميزة كذلك, ما نغطي فيها تفاصيل أكثر عن مشاركة هيئة الصحة في معرض صحة العرب, وإن شاء الله أيضا بتكون لنا رسالة يومية من هناك بعد كذلك دكتورة. لكن حتى ذلك الوقت نتمنى لكم يعني يوم سعيد, وتقبلوا تحيات أسرة العمل فريق قسم الإعلام كان في الإعداد, أيضا عندنا حمد المعيوف في التنسيق في الإخراج, أيمن سرحيل المخرج المتألق. يعني لازم تعطينا, أنا ما شفتيني طنشت ما قلت ترجمتك داركت الوضع. وأيضا كل الشكر لك الدكتورة ندى الملة. شكرا لك يا محمود, وعساكم دوم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.